بالنسبه للمركب الكبير ديال مدينه الدار البيضاء هو كان دائما في الملفات ديال الترشيح ديال المغرب في كؤوس العالم السابقه اللي المغرب سبق انه ترشح لها. والاكيد انه لو يعني تقرر تنظيم المغرب لكاس العالم فيما سبق لكان هذا المركب هذا يعني واحد من المركبات اللي عليها رهان. الان اللي مخول باش ياكد او ينفي هو الاجهزه الوصيه اللي هي يا مشرفه على الملف ديال التنظيم، وكاين التفاصيل مع الشركاء اللي هما اسبانيا واللي هي البرتغال. وقطعا انا تنظن كسائر المغاربه ان الامنيه ديال توفر مدينه الدار البيضاء على مركب حديث كبير بسعه كبيره، لانه الطلب اللي كاين في مدينه الدار البيضاء وكيعرفوا الجميع ان فريق الوداد وفريق الرجاء البيضاوي يعني الاقبال على المقابلات ديالهم يفوق يعني 60,000 الى ما كانش اكثر. فالحاجه الى ملعب يعني بمواصفات اولا حديثه وبسعه بقدره استيعابيه يعني اكبر. وتنظن ان الخبر اليقين سياتي من الاجهزه الوصيه يعني في ظل التاكيد ديال التنظيم ديال كاس العالم يعني 2030 ان شاء الله الرحمن الرحيم، اللي هو مكسب كبير وكبير جدا بالنسبه للمملكه. وانا جد متفائل بانه ان شاء الله الرحمن الرحيم سيكون الملعب الكبير مدينه الدار البيضاء في هذه التظاهره العالميه الكبرى. مدينه الدار البيضاء يعني دخلت منذ مده في ديناميه، الهدف ديالها هو الاستعداد لهذه المحافل الدوليه ولهذه التظاهرات الدوليه. كيف ما تبعتوا دوزنا في شهر يوليوز الماضي الاتفاقيه ديال سونارجيس من اجل تاهيل المركب الرياضي محمد الخامس لاحتضان كاس افريقيا للامم 2025 اسوه بالملاعب الكبرى في المدن المغربيه اللي غادي تشهد عملية ديال التأهيل. هاد الدورة هادي عندنا اتفاقية جد مهمة يعني رباعية الشراكة مع الجامعة مع الوزارة المعنية اللي هي ديال التعليم وديال الرياضة ومع الجهة وكذلك مجلس الجامعة من أجل تأهيل الملاعب اللي غتحتضن الفعاليات الموازية ديال كأس إفريقيا إن شاء الله الرحمن الرحيم، اللي هي في الحدود ديال 8 ملاعب إن شاء الله الرحمن الرحيم، واللي غيصادق عليها المجلس في هذه الدورة هذه. وبالتالي هذا الشيء هذه دينامية دخلت فيها مدينة الدار البيضاء، أولا لتأهيل البنية التحتية الرياضية ديالها باش تكون جاهزة لاستقبال هاد التظاهرات الدولية اللي كتطلب واحد العدد ديال المستلزمات. موازاة مع ذلك البنية ديال الطرق وديال النقل وديال واحد العدد الأمور راه هي ماشية مدينة الدار البيضاء في واحد البرنامج يعني محدد ومضبوط من ناحيه الاجل الزمني ديالو. اعتقد بان مدينه الدار البيضاء لها من المؤهلات ما يكفي انها تكون مدينه في قلب الحداث يعني بامتياز، ما كاينش اشكال في هذا الجانب هذا. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.